إلى أين سوف يذهب هذا النورس؟ إلى أين سوف يذهب هذا الفريق؟ أتكلم عن حكاية هذا النادي. يا سلام ما أروع هذا الفريق. أتكلم عن أرث كروي. إذا ما تحدثنا عن الإنجازات، إذا ما تحدثنا عن البطولات، أسماء مرت كعدنان حمد، أحمد راضي، أحمد عبد الجبار، ليث حسين، حسام فوزي، هشام محمد، والعمدة عماد محمد. النورس يمرض ولا يموت. أجيال ساندت هذا النادي، كرست حياتها من أجل هذا السر. نجوم وأسماء حلقت مع ذلك السر. أجيال جديدة بدأت تتعلم الطيران معهم لكي تحلق عاليا. أي نادي أنت؟ إلى من هذا العطاء؟ أجيال تذهب، أجيال تأتي لترتدي هذا اللون الأبيض. أكلمكم عن الزوراء أو الزعيم أو المدرسة أو الملك، لقبه أجمل من الثاني صدقوني. أكلمكم والدموع بدأت تنهال، اعذروني جيدا لأنني أتكلم عن كنز كروي ثقيل، ثقيل بألقابه بإنجازاته. الدموع هي من بدأت تتكلم، المشاعر الأحاسيس هي من بدأت ترسم هذه الحروف. صدقوا ذلك جيدا. توقفت الآن عن الحديث عن الأرقام والبطولات. الزوراء هو الأم، هو المدرسة. الأم مدرسة إذا أعددتها، أعددت جيلا رياضيا صانعا ألقابا. أتكلم عن الزوراء. الزوراء قصة لا تنتهي، قصة البداية أحلى من الثانية، البداية أحلى من النهاية، وأتمنى أن تكون النهاية أجمل.